وزارة الدفاع، خلينا نروح لوزيرة التضامن غادة والي اللي موجودة دلوقتي في نيويورك للمشاركة في الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية بنيويورك. قالت في كلمتها إن مصر وضعت استراتيجية للتنمية المستدامة رؤية 2030 وتستهدف تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومنها القضاء على الفقر، وأنه أيضا منذ عام 2014 وضعت الحكومة المصرية برنامج محدد يتصدى للقضايا ذات الأولوية. وأضافت غادة والي أن الإصلاحات الاقتصادية جاءت على خلفية الأولويات الوطنية وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية، وأيضا بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية تم وضع حزمة سياسات اجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية الأولى بالرعاية وعلى رأسها المرأة والشباب. خلينا نروح نتابع كلمة الوزيرة ونرجع نكمل مع حضراتكم. بدأت الدولة برنامجاً للدعم النقدي مميكناً بالكامل استهدف المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأطفال في المدارس، حيث تم تصميم برنامج يقدم دعم نقدي غير مشروط للمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة يضمن لهم الحد الأدنى من الاحتياجات يسمى كرامة. كما تم استهداف المرأة والطفل من خلال برنامج دعم نقدي يشترط انتظام الأبناء في التعليم وتقديم رعاية صحية لهم من خلال برنامج اسمه تكافل. وقد وصل البرنامج في عامين إلى 2.25 مليون أسرة تضم 10 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر، وبلغت التحويلات النقدية أكثر من مليار دولار، خصص 86% منها للمحافظات الأقل دخلا في الصعيد. وكانت هذه مبادرة جديدة رفعت قيمة الدعم النقدي بشكل عام في البلاد بنسبة 235%. كما تم التصدي لمشكلة العشوائيات الخطرة التي كان يسكنها مئات الآلاف، حيث تم وضع خطة مكثفة لإحلال المساكن العشوائية بأخرى حديثة يتم تملكها أو تأجيرها بأجر رمزي في نفس الأماكن للأسر المستحقة. وتم وضع أول قانون للتأمين الصحي الشامل بالبلاد والذي يطبق تدريجيا في خطة محكمة ليغطي كل المواطنين في جميع أنحاء مصر.